بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم الزينات، إن شاء الله تكونوا لاباس وبخير وهاني إن شاء الله يا رب العالمين. اليوم أجيتكم على فيديو تاع نهار اليوم اللي درت فيها الخريجة نتاعي اللي رحت ليها. رحت للبارك يعني تعشيت، ومن بعد رحنا فوجنا شوية، رحنا لفو دارتيفيس تاع 14 جويلية عيد الاستقلال الفرنسيين. كما راكم تشوفوا هنايا راني نوجد في العشاء نتاعي، قلت اي نطيب حاجه خفيفه ونديها معايا ونتعشاو في البارك. في البارك اللي ماهوش بعيد عليا يعني قريب ليا. دونك كما راكم تشوفوا هنا قلت راح ندير شكشوكه تاع فلفل حلو وطماطم. بديت اول حاجه بديت بها هي طماطم، يعني قشرتها نحيت لها القشره نتاعها، درت حبه بصله هنايا مع شوي زيت وذبلتها، ومن بعد زدت لها الفلفل الحلو كيما راكم تشوفوا، درت لها زوج حبات تاع الفلفل الحلو، ودرت لها بعد ما قشرت هذيك الطماطم كامل فوالا قشرتها وقطعتها اون بتي مورسو. ثاني لحتها فوق الفلفل الحلو يطيب كلش مع بعضها ضربه واحده. الفلفل الحلو ما نذبلوش خاش كون تذبلوه صافي يطيب لكم بزاف، يطيب بزاف. ومن بعد درت لها شويه نص حبه تاع فلفل حار باسكو كان حار بزاف، دونك درت منه غير نص فوالا شويه ملح برك هذا ما كان فوالا. ومن بعد راح نقلي ثاني هنايا شويه تاع لي فريت، قلت نديها معايا بما اني مانيش بعيده بزاف، دونك ديت كلش سخون معايا فوالا. راح نقلي شويه تاع لي فريت او ميم طون، وراح نزيد ثاني معاهم قلت نزيد معاهم دي كروك مسيو ثاني درتهم في جوست في هذاك الاولكلايد نتاعي برك. المهم هنايا ندير في الشكشوكه نتاعي يعني نخلط فيها نطيب، وفي لي فريت هي طيب من جهه، ورايحه نبدا كما قلت لكم لي كروك مسيو راح نديرهم في الاولكلايد برك هنا لصق لابلاك الفوقانيه نتاعو، وشعلته ورايحه نبدا ان نبريباري فيهم باش نديرهم لداخل. اللي ما عندوش الكلايد يديهم في الفور، يعني باينه اي حاجه باينه في الفور في البلا ويداروا في الفور. المهم هنا كنت درت لهم انسوس بيشاميل عاديه يعني سوج بيشاميل، وهنايا ميهوها شويه تعود شويه ماي هذيك السوج بيشاميل. هنا درت جبت لو بان دومي تاعي، درت فيه المايونيز باك دهنت بالمايونيز شويه بيعود في الكو، ولا اللي يحب يدير اي صوص اللي يحبها يديرها للواحد. من بعد درت مغرف تاع بيشاميل ثاني درتها فوقو، المهم باش ما يعودناش ذاك البان دومي ساك. من بعد درت هذا الكاشير تاعي يعني جونبون هذا تاعي تاع الكاشير العريض هذا، ولا ديروا واش حبيتو كيما اي كاشير تحبوه فوالا. هنايا المفروض ندير ذاك الفرماج شيدار هذاك تاع لي ساندويتش، انا ما كانش عندي الفرماج اي درت له هذا الفرماج كان عندي معليش، وبنتي ما تشتيش هذا الفرماج دونك ما درت لهاش فوالا. درته وفوالا فرميت عليه هذا الساندويتش نتاعي بلو بان دومي. من بعد من الفوق درت ثاني لاصوص بيشاميل هذيك الفوقانيه ثاني من الفوق، ما عندناش كيما قلت لكم الخبز نتاعنا ما عندناش ناشف، لازم شويه تاع الصوص بيشاميل تعود مايها ثاني ما تعودش خاطره بزاف سينو يعود لكم ماشي بنين. المهم هنا راح نديرهم في الاولكلايد نتاعي فوالا، ونورمالمون ندير لهم شويه فرماج غابي من الفوق يجو واش نقول لكم يشهوا. هنا ما كانش عندي ثاني فرماج غابي، دونك اليوم عندي لا فرماج غابي لا فرماج شيدار، دونك سقدتها كيما هاك وخلاص معليش. المهم جاوا بنان فوالا، هنا طيبتهم المهم كملت كلش وخملت، ومن بعدها رحنا اي حكمنا الطريق ونحنا للبارك كيما قلت لكم مش بعيد عليا قدامي. رحنا درنا فيه دوره خفيفه، ومن بعدها تعشينا. كاين لي طابل حاطين لي طابل بلاصه يعني فيها لي طابل وين نتعشاو، دونك شدينا طابله وقعدنا زعما رايحين نقعدوا في الارض يعني في هذا في الحشيش، ولينا قعدنا في الطابله فوالا. كاينه بلاصه من هي كنت ترافيرسو الغويسو هذاك نلقاو بلاصه فيها لي طابل فوالا، هذا الغويسو هذا نترافيرسو نلقاو لي طابل. دونك رحنا قعدنا في الطابله وتعشينا عشانا في البرود ورحمه ربي، باسكو النهار ها كان سخون
سخون بزاف، يسجن كو شوفوا ميم الماء ما كاش بزاف، يعني نشف شويه الماء. المهم هنايا وين كان لي طاب راحين نقعدو نحكمو طابله ونقعدو، ومن بعدها حطيت لهم كلش وتعشينا برحمه ربي كاع مع بعضانا. فوالا هذه الشكشوكه نتاعي لي كروك مسيو لي فريت، فوالا كلش شلاضه، درت حتى شويه شلاضه هنايا. المهم لي صوص لي كروك مسيو كما شفتوه، فوالا وتعشينا برحمه ربي. وماكله البرا شحال حلوه، واش نقول لكم انا نموت عليها، نحب ناكل اون بلانير كيما هكذا، يعني عندها ذوق وحده مش كيما كلات الدار. المهم تعشينا هنايا برحمه ربي الحمد لله، ودرنا شويه دوره خفيفه برك في البارك، يعني مشينا شويه هنايا. الدلاع ثاني ديسرنا، جبت الدلاع قطعته هو والبطيخ، فوالا وتعشينا برحمه ربي كما قلت لكم. بعد ما تعشينا وحنا كما قلت لكم درنا دوره خفيفه برك في البارك، يعني مشينا شويه سرحنا رجيلاتنا. ومن بعدها ولينا عد وقت المغرب، زعما رايحين نصلو ثم سيغ بلاص، يعني نتوضاو ونصلو يعني سور بلاص اون بلان اير. ولينا هي الدار مش بعيده، رحنا للدار صلينا صلاه المغرب، ومن بعدها ولينا من بعدها حكمنا الطريق ثاني، رحنا كما قلت لكم لي فو دارتيفيس. لي فو دارتيفيس اللي راهم دايرينهم بارتو اون فرانس تاع 14 جويلي. فوالا المهم نخليكم هنايا تكملوا لا فيديو معايا وتشوفوني حتى الاخر ان شاء الله. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير، ورأي صائب ورأي صائب فكر منير. فيا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور، جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور.